السلام على رسول الله. أيها الأخوة الحضور والأخوات الكريمات، أشكر الإخوان المنظمين على هذه الدعوة المباركة الطيبة وعلى إشراكي للمرة الثانية في هذه الجامعة الشتوية الشبابية في هذه المنطقة الطيبة المباركة إن شاء الله. وأحاول ما أمكن أن أشرككم في بعض الهموم الفكرية والمعرفية واللغوية التي تشغلني متعلقة بصناعة المفاهيم، مع العلم بأنه تكلم عن الكتاب الذي حصلت به عن جائزة تقديرية ولم يذكر عنوان الكتاب عنوانه، وأنا أعتبره من أقرب الكتب إلى قلبي وعواطفي، وهو الفن المغربي جاذبا للاندماج الاجتماعي، دراسة سوسيولوجية في أغاني مجموعة ناس الخيوان. أعتذر دكتور على هذا النسيان. نعم، الذي كتاب صحيح الفن المغربي جاذبا للاندماج الاجتماعي، دراسة سوسيولوجية في النص الغنائي لمجموعة ناس الخيوان، وهو الكتاب الحاصل على الجائزة وليس كتاب الذي قدمته. أعتذر عن هذا، لأن هذا الكتاب ينتمي إلى ما يمكن أن نسميه بالثقافة الشعبية، والكثير من الناس يعتقدون بأن ما يشكل وعينا وفكرنا هو الثقافة العالمة، ولكن الثقافة الشعبية عنصر حاسم ومحدد لطريقة تفكيرنا. مجموعة ناس الغيوان ليست مجموعة موسيقية وحسب، ولكن مدرسة للتربية وللتكوين ولصياغة المفاهيم أيضا والروح الاجتماعية والسياسية والثقافية والفكرية. أستاذنا الجابري رحمه الله اشتغل على العقل العربي، ولكن العقل العربي الذي ساخته الثقافة العالمة يعني المكتوبة، ولكن العقل والوجدان القلب لا تصوغه فقط الثقافة العالمة المكتوبة، ولكن تصوغه الثقافة أيضا الشفوية والثقافة العامية والثقافة اليومية. لهذا أنا أتكلم الآن في الجانب المتعلق بالثقافة العالمة المتعلقة بصناعة المفاهيم، وأحاول أن أجعلكم تشاركون معي في مقاربة هذا الموضوع المتعلق بصناعة المفاهيم من خلال مجهود أعتبره مجهود أساسي ومحوري وقوي من الناحية الإبداعية، وهو مجهود الأستاذ طه عبد الرحمن. وأنا لا أمل اسمحوا لي من أن أخذ كل مرة قطعة من القطع الإبداعية الفكرية في مشروع الأستاذ طه عبد الرحمن لأقدمها على أساس أنني أؤمن بدور الوسيط الفكري في تقريب المشاريع الفكرية وفي تقريب المفاهيم، لأن الأستاذ طه عبد الرحمن يتكلم لغة تقنية، لغة دقيقة، لغة صارمة. لا بد أن نأخذ كل قطعة قطعة في مراحل مختلفة لكي نقرب بعض المفاهيم. وأنا مقتنع بأن موضوع صناعة المفاهيم هو عملية أيضا معقدة، عملية تقنية،
ونحن نعيش في مرحلة ما بعد الصناعية أو المرحلة الصناعية المتقدمة، كل شيء الآن، كل إبداع، كل عطاء، كل إنتاج لابد أن يعتمد على عملية صناعية دقيقة في كل مجالات الحياة. كل مجالات الحياة أنتم تعرفون، حتى في الرياضة الآن الفرق الرياضية القوية المشهورة عالميا التي تمارس تأثير رهيب على الوجدان وعلى العقول، وتصوغ لنا برامجنا، وتفرض علينا أن نتزاحم في المقاهي لنتابع ونرى ونشاهد ونتعصب ونتحيز، هي أيضا فرق صناعية. ولا يمكن أن نمارس منافسة بدون صناعة، وسنكرر دائما تلك التجربة السيزيفية الكاريكاتورية، منتخب 1986 المنتخب العربي الأول الذي صعد إلى الدور الثاني في كأس العالم، ماشي فاز بكأس العالم، صعد فقط إلى الدور الثاني، بعده هبط هبطة يصعد بعدها. عندنا أيضا فريق الرجاء العالمي الذي صعد إلى المباراة النهائية، بعدها في تطوان سقط سقطة لم يقم فيها لا في تطوان ولا في الدار البيضاء ولا في أي منطقة، لأن الإبداع لحظة فجائية عفوية. فريق صرح مدربه قبل أسابيع من البداية فأتى فجأة ولعب مقابلة نهائية ثم عاد إلى مكانه الطبيعي، حيث المسيرون والمدبرون اللصوص والمفسدون في الرياضة وفي السياسة وفي الثقافة منطقهم ونسقهم هو الذي دائما يحكم. لهذا سننتظر سنوات أخرى ليصعد فريقنا إلى نصف النهائي ثم يعود، ولا يمكن أن نحافظ على تطور أو على تكوتر زيادة نافعة في العطاء وفي الإبداع، لأن العمل لا يرتبط بصناعة ولكن يرتبط بحالات وطفرات فجائية. لهذا أيضا الموضوع المتعلق بالصناعة المفاهيمية، الصناعة المفاهيمية هم عادة ورثنا مقولة بأن لا مشاحة في الاصطلاح، بمعنى أن المصطلح معناه معنى الموضوع موضوعي منفصل عن ارتباطاته اللفظية. اسمحوا لي بين قوسين، أنا أقدر بأن هذا الموضوع تقني وعول على ذكائكم وعلى قدرتكم وعلى تفاعلكم على استيعاب الكم الأكبر مما يمكن أن أدلي به بينكم. لا مشاحة في الاصطلاح بمعنى أن المصطلح معناه معنى موضوعي منفصل عن ارتباطاته اللفظية أو التداولية، يعني السياقية أو المقامية. ولكن هذه المقولة أول المقولات التي علينا أن ننتبه لأنها ليست صحيحة، بل المشاحة في المصطلح، المشاحة في المصطلح وخصوصا في مصطلح العلوم الاجتماعية والإنسانية. ولهذا في كتب القدماء كانوا دائما يهتمون بالمداخل المفاهيمية، وفي الكتابات الإبداعية المفاهيم أساسية. إذا لم نحدد المفاهيم وإذا لم نتوافق حول المفاهيم، أي شيء يأتي بعدها لا يمكن أن نتواصل حوله. لهذا كثير من النقاشات في حياتنا العلمية والمعرفية والفكرية حتى الثقافية السياسية حتى الاجتماعية يكون صخب وعنف وعناد
حقاد حول مجموعة من القضايا بالأصل لم نناقش مفاهيمها وكنا نعتقد بأننا نتفق حول المفاهيم. من بينها مفهوم الدين، مفهوم الشريعة، مفهوم العلم، مفهوم الإنسان، مفهوم الإله، كثير من المفاهيم لا نكون قد ضبطناها أو تناقشنا حولها. أكيد في الكتاب في تاريخ المسلمين عرف مجموعة من العلماء المبدعون الذين كانوا يعتبرون بأن الصناعة الفكرية تبتدئ من صناعة المفاهيم وتحديد المفاهيم. أنتم تعرفون بأن كتاب خطير ابن حزم الأندلسي توفي سنة 456 هجرية، تاريخ مهم أن نسجله، نحن في القرن الخامس الهجري في الأندلس، في كتابه الإحكام في أصول الأحكام، وقد يتم فيه بتحديد مجموعة من المفاهيم في مقدمته الدائرة بين من يسمون بأهل النظر والإبداع والفكر، بل تناول فيه ما يزيد على 80 مصطلحا أصوليا يعتبرها دائرة في الكتابات الأصولية. مثلا مصطلح الرسم، ومصطلح الحد، والاعتقاد، والبرهان، والدليل، والحجة، والدال، والاستدلال، والدلالة، والإقناع، والشغب، الشغب على الرأي، والتقليد، والإلهام، والنبوة، والصدق، والباطل، والنص، والتأويل، والعموم، والغرض، والجدل، والجدال، والاجتهاد، والرأي، والعناد، ودليل الخطاب، واللغة، والخلاف، والإشارة، والمجاز، وغيره وغيره من المصطلحات. أيضا مفكر أو عالم مبدع آخر أبو الوليد البهجي، توفي سنة 474 هجرية، نحن أيضا في القرن الخامس الهجري، كتب كتاب في صناعة المفاهيم والمنهج سماه المنهاج في ترتيب الحجاج، المنهاج في ترتيب الحجاج، ذكر فيه مدلولات ما يزيد على 87 مصطلحا، أيضا من المصطلحات والمفاهيم التي تدور بين المتناظرين أو أهل النظر، كالحد والعلم وأنواعه، أنواع العلم، العلم الضروري والعلم النظري، والجهل والشك والظن والسهو والعقل والفقه والجدل والنظر والاستدلال والبيان والنص والظاهر والعموم والمجمل والمفسر والمحكم، ودليل الخطاب ولحن الخطاب وفحوى الخطاب والحقيقة والمجاز وغيرها من المفاهيم. فهؤلاء العلماء المبدعون كانوا يضعون بين يدي كتبهم هذه المداخيل حول المفاهيم وصناعة المفاهيم والمصطلحات لتجنب الاختلاط، لتجنب الاختلاط بين المفاهيم والمصطلحات، بل تجنب الارتباك والتحيز والانتقاء في حصر مدلولات هذه المفاهيم.
وأنتم تعرفون بأن في بعض الكتابات الإبداعية الفكرية تجنب الاختلاط في المفاهيم، هناك من رفض حتى ما يسمى بالترادف بين المصطلحات. وأنتم تعرفون بأن حتى في القرآن الكريم وهو مجمع من المفاهيم والمصطلحات المفاتيح لا يمكن أن نعتبره يستعمل الترادف بالشكل الذي يحدث في ذهن القارئ أو الذي يتلو أو الذي يتواصل مع القرآن الكريم خلطاً وارتباكاً أو بلبلةً. والقرآن الكريم يسميه الله بأنه البيان، البيان النور، فلا يمكن للبيان وللنور أن يحدث بلبلةً في ذهن المتلقي المتفاعل مع هذا النص. لهذا هناك من أنكر كما قلنا الترادف، لأن الترادف نظن بأن هذا اللفظ له نفس عنده مدلول يشابه مدلول اللفظ الآخر. وأنتم تعرفون بأن القرآن الكريم مثلا نزل ليس هو هبط، وحتى في اللغة قام ليس هو وقف، وجلس ليس هو قعد. وهذا على كل حال مبحث في اللغة متعلق بالترادف، ومبحث أيضا في فلسفة اللغة وفي فقه اللغة دقيق أيضا. أيضا في الفلسفة، هذا إذا كان في الكتابة الإبداعية، وفي الفلسفة العربية في القديم، فنحن نعرف أيضا بأن حتى في الفلسفة الحديثة أو القديمة الغربية كان اعتناء المجتهدين من الفلاسفة بالمفاهيم وبالمصطلحات، حتى إن مجموعة من الأنساق الفلسفية عرفت بمفاهيم وبمصطلحات. نسق أرسطو، لما نذكر أرسطو نذكر مصطلح مفهوم مركزي محوري مفتاح في الفلسفة الأرسطية، وهو الجوهر. الجوهر، لا يمكن أن تقرأ فلسفة أرسطو دون أن تكون ملما بمعنى مفهوم الجوهر. أيضا ديكارت، ديكارت عرف بمصطلح الكوجيتو بغض النظر عن ترجمته أو فهمه، ولكن عرف أيضا بالكوجيتو. أو المفكر الفيلسوف اللساني ليبنز الذي عرف بالجزء الذي لا يتجزأ، أو بمصطلح شرط الإمكان كما عرف في الفلسفة الكانتية إيمانويل كانت، سواء في نقد العقل المحض أو في نقد العقل العملي. فالفلسفة إذن والفكر الإبداعي لغته الأولى لغة المفاهيم وصناعة المصطلحات، والكتابة الفلسفية والمعرفية الإبداعية هي التي لا تكون فقط معاجم للألفاظ، معاجم للألفاظ في مجموعة من المشاريع بين قوسين، أو مجموعة من الكتابات بين قوسين، هي مجاميع لفظية وليست كتابات فلسفية، لأنها تفتقد إلى لغة المفاهيم والمصطلحات. هذا التحدي الإبداعي وهذا الوعي هو الذي يجعل الأستاذ طه عبد الرحمن يحول همه الأساسي إلى صناعة المفاهيم وتصنيعها من حيث الاستعمال أو التوظيف
ولهذا هذه العناية الإبداعية بالمفاهيم وبصناعة المفاهيم والمصطلحات هي التي تعطي هذه السمة للمشروع العلمي للأستاذ طه عبد الرحمن، فيتحول إلى مجمع مفاهيمي أو اصطلاحي يتركب من مصطلحين مفردين فأكثر، وترتبط كل مجموعة من المفاهيم، وهذا يلاحظه كل مطلع على كل كتب الأستاذ طه عبد الرحمن من بداية السبعينات، مجموعة ترتبط هذه التجمعات أو المجمعات الاصطلاحية أو المفاهيمية بعلاقات، هذه العلاقات هي التي تحدث لنا بعض التعقيد في الفهم، لأننا نألف أن ما يسمى بالكتابات العرضية ولا نتعود على الكتابات الاستدلالية، لأن المجمعات الاصطلاحية والمفاهيمية في كتابات الأستاذ طه عبد الرحمن تتميز في الارتباط بعلاقات دلالية ومنطقية، بل وصياغات صوتية وصرفية، إلى درجة أنها تشكل نسقا هندسيا وموسيقيا متسقا في البناء المفهومي للمشروع كله، وهذا أوضح لكم فيما يأتي إن شاء الله. هذا الوعي بالصناعة المفاهيمية والمصطلحية هي التي دفعت الأستاذ طه عبد الرحمن إلى نقد أنماط التحيز في المصطلح الفلسفي العربي قديما وحديثا، قديما وحديثا، ونحن نعرف بأن الأستاذ طه عبد الرحمن تعرض لمجموعة من الفلاسفة في القديم في مقدمته ابن رشد، وخصوصا في الصناعة الاصطلاحية والمفاهيمية بغض النظر عن الخلفيات الأخرى للموقف النقدي للأستاذ طه عبد الرحمن لابن رشد رحمه الله. والأستاذ طه عبد الرحمن في نقده للمصطلح الفلسفي أو المفهوم الفلسفي العربي القديم يقول بأنه تمت أو هو ينتقد عملية استنساخ النموذج المفهومي أو المصطلحي اليوناني عند نقل المعاني، عند نقل المعاني من دون التمييز في أي مصطلح نترجمه أو ننقله بين ما هو لغوي يخص اللغة اليونانية وما هو اصطلاحي يخص المعرفة بشكل عام، وفي حالتنا هنا المعرفة الفلسفية، مع تقييد هذا النقل وتصحيحه على مقتضى التعبير العربي الذي ننقل إليه هذا المصطلح أو هذا المفهوم، بل تم تحكيم اليونانية أو اللغة اليونانية في اللغة العربية في نقل المفاهيم والمصطلحات، مما جعل، هذا ستلاحظونه في الكتابات الفلسفية العربية القديمة، وقعوا في مقابلات قلقة يغلب عليها ترجيحات واعتبارات اللسان أي اللغة اليونانية، بل الأكثر من ذلك تنزيل الجهاز الصرفي
والنحو للغة اليونانية على تعابير باللغة العربية. ويمكن أي واحد منكم أن يأخذ كتاب من الكتب الفلسفية القديمة التي ترجمت الفلسفة اليونانية، وستلاحظون بأننا نقرأ عربية ولكن لا نفهمها، ونجد مصطلحات غريبة وعجيبة لا تحترم المقتضيات الصرفية أو النحوية للألفاظ وللتعابير العربية. وهذا على الخصوص يبرز في كتب المناطق، أهل المنطق بالدرجة الأولى، ثم أهل الفلسفة بالدرجة الثانية، مع العلم بأن قواعد الصرف والنحو هي أخص بلغة من اللغات، ولا يمكن أن ننقل اعتبارات صرفية ونحوية للغة ونسقطها على اعتبارات أخرى نحوية وصرفية للغة أخرى. هذا ما أحدث تفاوتا صارخا في الأبنية والتراكيب بين اللغة اليونانية واللغة العربية في نقل المفاهيم والمصطلحات. وأنتم تعرفون أن أبو حيان التوحيدي رحمه الله القرن الخامس الهجري نقل مناظرة تاريخية بين أبي سعيد الصيرافي ومتى بن يونس المنطقي حول اللغة والمنطق، حول النحو والمنطق، وانتهت إلى أن النحو العربي هو منطق اللغة العربية، والمنطق اليوناني هو نحو اليونانية. فلهذا اعترض عليه أبو سعيد الصيرافي على متى بن يونس المنطقي القنائي، قال له: أنت لا تعلمنا المنطق ولكن تريد أن تكرهنا على تنزيل النحو اللغة اليونانية على اللغة العربية، على اللغة العربية. إن هذه الثغرات الاصطلاحية في النص العربي فلسفيا كان أو منطقيا هي التي حولته إلى نص مخاصم لمقومات الأمة ومفرداتها التداولية، ومفرداتها التداولية، والمفردات التداولية في أطروحة الأستاذ طه عبد الرحمن هي اللغة والعقيدة والمعرفة. هذه الطريقة تنزيل منطق اللغة الأجنبية على اللغة المنقول إليها المفهوم والمصطلح بنظر الأستاذ عبد الرحمن هو الذي يسبب هذه الحالة من العجز الفلسفي والفكري الإبداعي والحصر عين من عيوب التواصل والبلاغة، والحصر اللغوي والبلاغي لغياب القدرة التداولية عند المتفلسف أو المتعامل أو الناقل لهذه المصطلحات على استشكالها في صيغتها اليونانية. كل هذا عطل هذه الطريقة في النقل التي لا تحترم الشروط التداولية للغة التي تنتمي إلى المجال التداولي المقصود بالنسبة لنا العربي الإسلامي، هو الذي عطل القوة التي تتحرك بها ألفاظ اللغة العربية وتتولد بواسطتها تراكيبها، وبالتالي تتجمد
آليات اشتغالها في إنتاج الفكر، لأننا في الأخير ننتج الفكر باللغة، ندرك العالم باللغة، نتواصل باللغة، بل كثيرون يتكلمون في الدراسات اللغوية الحديثة بأن اللغة بها نمارس السلطة، ليس فقط التفكير وأيضا السلطة. فكل امتلاك للغة هو امتلاك للسلطة. هذا النموذج التعطيل في نقل وترجمة المفاهيم والمصطلحات يراه الأستاذ طه عبد الرحمن بأنه يتوي أو يستبطن خلفيتين نظريتين متحيزتين. الأولى تجزئية من حيث الدلالة، والأخرى تجريدية من حيث التشغيل. لذلك أقام الأستاذ طه عبد الرحمن مجهوده المفهومي والاصطلاحي بما يتوافق ونقيض هاتين النظرتين أو الخلفيتين النظريتين المتحيزتين، أي التجزئ في الدلالة والتجريد في التشغيل، ليصبح نظرية تكاملية في الدلالة وأيضا نظرية تكاملية في التداول. هذه النظرية التي يقدمها الأستاذ طه عبد الرحمن هي التي تجعل دلالة اللفظ، وأنا أرجوكم انتباه إلى هذا التحديد لأن سيكون له ما بعده، التي تجعل دلالة اللفظ متعددة بتعدد الاستعمالات وموجهة بأهداف التأثير والتغيير عبر مظهرين يقسمهما الأستاذ طه عبد الرحمن إلى مستويين تقنيين. المستوى الأول هو الامتداد الدلالي، والمستوى الثاني هو الإمداد التداولي. فالدلالة دلالة المفهوم أو دلالة المصطلح من هذه الوجهة لم تعد سمة، وهذه مهم انتباه إليه، لم تعد سمة واحدة منعزلة ولا سمات كثيرة متفرقة. لم يعد سمة واحدة منعزلة بمعنى أن المفاهيم كما تسعى بعض الأطروحات الفكرية والفلسفية غير المبدعة، لم تعد دلالات شمولية موحدة، بل الدلالة هي مجموعة من السمات. مثلا مفهوم الحداثة، الحداثة ليس دلالة موضوعية واحدة، بل مجموعة من السمات قد يكون بعضها فوق بعض أو قد يكون بعضها يتفاعل مع البعض. العلمانية ليست دلالة موضوعية موحدة، بل سمات لدلالة واحدة متنوعة ومتعددة. أو هي هذه المفاهيم والمصطلحات التي لم تعد دلالة موضوعية موحدة، ولكن تأليف من السمات التي يركب بعضها فوق البعض. لذلك هذه الطبقات هي التي وصل فيها الأستاذ طه عبد الرحمن إلى أن تشييد المعنى الاصطلاحي لأي مفهوم يكون بناء على معناه اللغوي، معناه اللغوي. ولا ننسى
بأن اللغة في هذه الأطروحة التي أقدمها هي تنتمي إلى المجال التداولي، فيه اللغة وفيه العقيدة وفيه المعرفة في أي مجتمع من المجتمعات، أي مجتمع من المجتمعات فيه لغة وعقيدة ومعرفة. فالمجال التداولي مجال خاص، واللغة إحدى عناصره، فبالتالي المفهوم فيه جانب اصطلاحي وفيه جانب لغوي مركب عليه. فالمعنى الاصطلاحي واللغوي لا يستقيم اجتماعهما إلا إذا أقام المدلول الاصطلاحي أصوله في المدلول اللغوي واصلا أسبابه بأسبابه. فحفظ المناسبة إذن بين المدلولين اللغوي والاصطلاحي في مستوى الصناعة المفاهيمية أو الممارسة الاصطلاحية، اختراعاً يعني إبداعاً وصناعةً أو استثماراً وتوظيفاً، سواء عبر الامتداد الدلالي الطبيعي أو عبر الامتداد الدلالي الصناعي الذي تدخل فيه القوة الإضافية للمتفلسف أو للمفكر أو للمبدع. ويشتغل هذا النموذج الاصطلاحي التطبيقي على مستويين الذي يقدمه الأستاذ طه عبد الرحمن، الذي يكون فيه المفهوم ينقسم إلى قسمين أو المصطلح إلى قسمين، جانب اصطلاحي وجانب لغوي. ولا ننسى بأن الجانب اللغوي هو جانب تداولي خاص، فلهذا لا يمكن أن نأخذ أي مفهوم أو أي مصطلح ونعتبره دلالته شمولية عامة يصلح لكل المجالات التداولية ولكل المستويات. فهذا النموذج يشتغل على ما يسمى، وهذا مفهوم سترونه وتسمعونه وتقرؤونه على عناوين بعض كتب الأستاذ طه عبد الرحمن، وهو التنظير التأثيلي. التنظير التأثيلي وهو الذي سأركز عليه في هذه المداخلة، وإن بقي لي الوقت أضيف له تطبيقه على مستوى الصناعة الاصطلاحية. لا يمكن فهم التنظير التأثيري في صناعة المفاهيم عند الأستاذ طه عبد الرحمن إلا إذا فهمنا نموذجه أو رؤيته النظرية في الترجمة. كيف نترجم النصوص؟ كيف نترجم المفاهيم؟ كيف نترجم المصطلحات؟ فالأستاذ طه عبد الرحمن قدم نموذجا في الاشتغال الترجمي وفق مقتضيات المجال التداولي العربي الإسلامي. هذا النموذج يسمح بنظره بإبداع كتابة فلسفية حية تكون مفاهيمها مبثوثة في قلب المتلقي لا في قلب سواه من أنتجها لأول مرة، وتكون أصولها مركوزة في تاريخه وليس في تاريخ غيره. لذلك يعتبر بأن التقليد دخل على الفلسفة وعلى الفكر في واقعنا العربي والإسلامي من الترجمة لاقترانها دائما بالفلسفة.
وعلى هذا الأساس قدم الأستاذ طه عبد الرحمن تصوره النظري في الترجمة من خلال تقسيمها إلى ثلاث مراتب. المرتبة أو المستوى الأول ما يسمى بالترجمة التحصيلية، التحصيلية وهي التي نتمسك فيها بحرفية اللفظ، بحرفية اللفظ. وللأسف هذه سائدة كثيرا في الأعمال، أعمال الترجمة وفي الكتب المترجمة إلى اللغة العربية، غايتها دائما التعلم من النص الأصلي والتلمذة على صاحبه، لهذا الحفاظ على حرفية اللفظ. حتى قالوا بأن الترجمة خيانة للنص الأصلي، ونحن نعتقد إلى اليوم بأن علينا أن نتمسك بحرفية الألفاظ وأن نتعلم من هذا النص الأصلي، ولا نمارس أثناء فعل الترجمة أي تحوير أو أي تغيير في هذا النص، فنتحول في الحقيقة الذي يترجم، يترجم أيضا لآخرين يقرؤون ويتتلمذون على نص، ويبقى النص دائما المترجم معلما ونبقى تلاميذ ومتعلمين. هذا ما يسمى بالترجمة التحصيلية. هذا النوع من الترجمة يورد الخطأ، يورد الخطأ في المعنى وفي التركيب، لأن الحفاظ على الألفاظ، الحفاظ على الصياغ، هو حفاظ على خصوصيات لغة، وتنزيلها على خصوصيات لغة أكيد سيحدث لنا قلقا في العبارة. ولهذا تلاحظون بأن في كثير من الأحيان من الأفضل أن تقرأ كتابا بالفرنسية أصلي من أن تقرأه مترجما. وإذا قارنت بين ما تقرأه في الكتاب المترجم وما تقرأه في الكتاب الأصلي تجد بونا شاسع، تجد تناقض كبير. لهذا هذه النوع من الترجمة يورد الخطأ في المعنى وفي التركيب. ثم نوع آخر من الترجمة يسمى الترجمة التوصيلية، وهي التي نتمسك فيها بحرفية المضمون دون حرفية اللفظ، وغايتها في الغالب ممارسة التعليم، ندرس للناس مضامين النصوص التي نترجمها، ولكنها تورثنا دائما نوع من التهويل في بعض المضامين، نوع من التهويل في بعض المضامين. ويمكن أن تحضروا في كليات الآداب التي تدرس فيها النظريات في الآداب أو في النقد أو في البلاغة أو في كليات العلوم في الفلسفة أو في العلوم الاجتماعية السوسيولوجية، ستلاحظون هذا النوع من التدريس. ويمكن أن تدخلوا على النقاش الدائر في البحث السوسيولوجي مثلا، نموذج بحث سوسيولوجي في المغرب، فستلاحظون بأن الجميع يهول ويضخم مجموعة من الأنصاق النظرية والمنهجية للسوسيولوجيا الفرنسية، أو لفرنسية تشيع لفرنسا، لأمريكي لأمريكا، لجهة أخرى. نعم، مدرسة شيكاغو. نعم، هذه المدارس تتهول هذه المضامين، وهي في العمق تهويلها يورث نوع من العجز الذاتي عند الباحث السوسيولوجي أو الباحث الفلسفي أو الباحث النقدي أو الأدبي عندنا في الجامعة المغربية أو في مجالات البحث. فلا يعترض عليها، لا يقبل منك الواحد أن تعترض على أي مفكر أو أي اختيار أو أي استراتيجية منهجية في السوسيولوجيا أو في الفلسفة أو في الأداب أو في الأديان أو في غيرها من العلوم الإنسانية أو الاجتماعية، لأن تم تهويل هذه
المضامين. هذا مستوى ثاني من الترجمة. المستوى الثالث وهو مستوى الترجمة التأصيلية، ومستوى الترجمة التأصيلية وهي التي يكون فيها تصرف في المضمون كما التصرف في اللفظ، وغايتها رفع عقبات الفهم الزائدة عن الضرورة من طريق المتلقي لإقداره على التفاعل مع هذا المنقول. ليس التعلم وليس التعليم، ولكن التفاعل مع المنقول مما يساعد في توسيع آفاقه العقلية والفكرية ويزوده بأسباب الاستقلال الفكري وليس أسباب العجز من جراء التهويل أمام المضامين المنقولة. تصبح في هذه الحالة الترجمة ليس التعليم ولا تعلم، ولكن تفاعل وممارسة الاعتراض والنقد على النص المترجم، مما يعطينا ما نسميه بالاستقلال الفكري. عندها تصبح الترجمة التأصيلية في المقدمة، وهي التي نتصرف فيها في المضمون كما نتصرف في اللفظ، وفي الأخير وفي الوسط تكون التوصيلية، ثم في الأخير تكون التحصيلية. فالترجمة التأصيلية هي التي تفتح للمتلقي آفاق التفلسف والتفكير الجديدة، وتنمي بالتالي ملكته الفكرية والفلسفية المستقلة. هذا العمل لا يحصل تلقائيا، ولكن لا بد من وضع أو الاستعانة بآليات مفهومية واصطلاحية جديدة تنسجم، والتصور التداولي الذي يتبناه الأستاذ طه عبد الرحمن من خلال ما يسمى بآليات الاشتغال التأثيري. تجلو هذا التعبير، هذا آليات الاشتغال التأثيري. فالضرب التأصيلي من الترجمات هو الأقدر على تفعيل هذا الاشتغال وتوفير مقابلات عربية للمفاهيم الفلسفية المنقولة. في هذا التنظير التأثيري انطلق الأستاذ طه عبد الرحمن من مقولة أن كل قول بيان، وموضوع البيان موضوع اصطلاحي مفهوم يمكن أن نناقشه في كذا. أستاذ جابر رحمه الله كان أيضا نقاش بنا أستاذ طه عبد الرحمن أستاذ جابر رحمه الله على أساس مفهوم البيان، ولذا القرآن الكريم كما قلت يصف نفسه بأنه بيان، أن كل قول بيان، وكل بيان ينقسم إلى قسمين، إلى عبارة وإلى إشارة، والعبارة تضاد الإشارة. كل مفهوم، كل مصطلح بعد التأكيد على أن كل قول بيان وأن كل بيان فيه مستويين، المستوى الأول عبارة والمستوى الثاني إشارة. فالأستاذ عبد الرحمن يميز بين هذين المستويين التقنيين في أي مفهوم وفي أي مصطلح. وعلى هذا الأساس انتقد المفاهيم
الفكرية والفلسفية التي لا تعتمد هذا القوام، القوام التأثيري المطلوب، ذلك أنها تنقل مصطلحات أو تضع لها مقابلات دون التفريق بين ما هو عباري والجانب العباري في المصطلح هو الذي ننقله وما هو إشاري لا ننقله، أو على الأقل نحن مخيرون في نقله، ولكنهم ينقلون كل شيء على أنه عبارة. ولهذا تلاحظون بأن مثلا أعطيكم نموذج الدراسات النقدية والأدبية والفنية في كلية الآداب، ندرس كنا ندرس المسرح اليوناني، وأنتم تعرفون بأن وقع خطأ في الترجمة. كتاب الأساسي والمحوري لأرسطو في الشعر، وكتاب فنه فن الشعر، فن الشعر، ولكن الناس وجدوا بأن أرسطو ينظر لجنس فني آخر لم يعرفه العرب، والعرب كان ديوان، والشعر كان ديوان، كان ديوان العرب. فلهذا وجدوا بأنه سموا ابن رشد رحمه الله في ترجمته تكلم على أن أرسطو يتكلم عن المأساة والملهات، فترجموا المأساة بالذنب، وترجموا الملهات بالمدح، بالمدح، مع العلم بأن أرسطو كان ينظر لجنس فني وأدبي هو المسرح وليس للشعر، والعرب كان عندهم الشعر، لأن ابن رشد رحمه الله لم يكن يحصل هذا الوعي بهذه المعطيات التي نتكلم بها، وكثير غيره تم ترجمة الجانب العباري والجانب الإشاري معه. لهذا في الدراسات الأدبية في المسرح أو في الآداب أو في الرواية، دراسة مثلا مفهوم الرواية، مثلا مادة الرواية أو القصة القصيرة الغربية أو كذا في كلية الآداب أو دراسات السوسيولوجية، نجد كثير من الأساطير اليونانية وكثير من التعابير التداولية السياقية المرتبطة بالسياق اللغوي والتداولي اليوناني أو الغربي لا نكاد نفهم فيها أي شيء، حتى الأستاذ يشرح لنا وهو لا غير مستوعب لما يشرح. مثلا أساطير اليونانية لو قام بعملية نقل ما هو عباري وكيفه بما هو إشاري عندنا تداولي لأصبحت عندنا دراسات أدبية أو نقدية أو فنية أو سوسيولوجية أو اجتماعية أو فلسفية يعني مفيدة. ولهذا ممكن تسألون أي واحد من الدراسات الأدبية أو في السوسيولوجيا ستجدون بأنه يجد صعوبة وتعقيد. هناك نقل للحمولة الدلالية الثقافية حتى نعم بالضبط في الترجمة، هو الذي نسميه الجانب الإشاري. إذن دون التفريق بين ما هو عباري وما هو إشاري، فتأثير المفهوم من هذا المنطلق ينطلق من الاعتقاد أن هذا المفهوم فيه جانب عباري وآخر إشاري، وهذا ما يجعلنا نتكلم في ما يسمى بفقه المفاهيم أو فقه الفلسفة. لذلك الأستاذ عبد الرحمن اجتهد في هذا السياق من أجل تأثير نوعين من المفاهيم، مفاهيم من وضعه يضع لها المدلولات العبارية، لأن في صناعة المفاهيم ليس فقط أن تصنع في مشروع فكري مفاهيم، أنا لا أريد أن أقارن بين الأستاذ عبد الرحمن وآخرين، ولكن لكل حال اللبيب بالإشارة يفهم الصناعة
صناعة المفاهيم وأن توضع لها المدلولات العبارية الخاصة بها، ولكن أيضا أن تزودها بقوة إجرائية لتشتغل في المشروع الفكري، لأننا عندنا مجموعة من المشاريع بين قوسين فيها صناعة مفاهيم وفيها وضع مدلولات عبارية لهذه المفاهيم. أنا لا أريد أن أسمي، أحترم كل أساتذتي من أهل وأصحاب المشاريع، ولكنها لا تتوفر على أي قوة إجرائية للاشتغال وللنمو في داخل هذا المشروع الفكري الذي تم أو تمت صناعة هذا المفهوم له، إذ سرعان ما يضع المفكر أو الفيلسوف أو صاحب المشروع المفاهيم التي صنعها لي يشتغل إجرائيا بمفاهيم أخرى، وكأنه قام بعمل. يعني تسمحوا لي أن ندرج هذا المعطى، صنعتي واحد الموتور وغادي لواحد الطريق، واحد شويه هو وقف لك ما باقيش يزيد في الطريق، خليتيه تما راه موتور مزيان، ركبتي ثاني درتي شي اوتو ستوب ولا ركبتي شي حاجه اخرى، المهم راه وصلتي ولا راك في الطريق، ولكن علاش صنعتي هذا؟ كان تضيعش فيه الوقت. فلهذا وضع المدلولات العباريه للمفاهيم وللمصطلحات وتنميه قوتها الاجرائيه، واخرى من وضع الغير قد يتم يعني استثمار أو نقل مجموعة من المفاهيم والمصطلحات من وضع الغير وتزويد مدلولاتها العبارية، كما قلنا مثلا الأدب اليوناني أو الفن اليوناني أو التنظير اليوناني تزويد مدلولاتها العبارية بجانب إشاري تداولي خاص، بمعنى أن كنا نتكلم عن المسرح، المسرح لم يعرفه العرب في مرحلة من المراحل ولم يعرفه المسلمون في مرحلة من المراحل، كان يقوم على خلفية على ما يسمى بالتراجيديا، التراجيديا يعني المأساة النهائية بالنسبة للمسلمين، خلفياتهم الغيبية ومساحتهم الاعتقادية لا تجعلهم ويقينهم الإيماني لا يجعلهم ينتجون تداوليا فن من هذا المستوى، مثل مثلا إنتاج فن ومسرح ورواية وأدب موت الإله، موت الإله بالنسبة للمسلم المؤمن أو بالنسبة للمؤمنين بشكل عام لا ينتجون فنا يتكلم عن موت الإله، لأنهم ينتجون فنا يؤمن بفاعلية الإله في الحياة، ولكل مجال تداولي خاص أشكاله أو صيغه الفنية. لهذا يتم استثمار أو نقل المفاهيم التي يصنعها الآخر، نقل مدلولاتها العبارية بجانب وتزويدها بجانب إشاري محل خاص على قدر ما تطيق، على قدر ما تطيق حتى لا نسقط في الإتيان بجزء صغير من المفهوم أو من المصطلح وإغراقه بعالم ضخم طوفان من الإشارات، كما تسمى بعض الكتابات بين قوسين الإسلامية، يأتون بمفهوم دقيق جانبه العباري ويملؤونه بخصوصيات تداولية لا يظهر، ولكن تزويد المصطلح بما يطيق من الإشارية، ذلك أن الدلالات الإشارية، دلالات الإشارية تثمر في المجال التداولي الخاص تصوراً تخاطبياً تداولياً للمفهوم لا نظير له في اللغة الأخرى،
تصورا تخاطبيا تداوليا، بمعنى هو الذي يحول هذا المفهوم جانب عباري، والجانب الإشاري هو الذي يحدث التواصل والتأثير وتحقيق مقاصد الخطاب بين الذي يصنع المفهوم والذي يتلقاه، لأنه لا يمكن أن تتواصل مع الإنسان إلا بلغته الإشارية التداولية الخاصة. لهذا تلاحظون بعض الأحيان بعض المفاهيم ملي كدير لها شي لغة محلية ولا شي نكتة ولا شي إشارة ولا حاجة يحصل التواصل بينك وبين المتلقي، عكس لو أتيت بمثال أو بقصة أو بأسطورة من مجال تداولي آخر، فالإشارة هي التي تحقق الجانب التخاطبي، الجانب التخاطبي التداولي فيما بين. وعليه يصبح أي قول فلسفي لا يكون قولا أو أي مفهوم أو مصطلح لا يصبح قولا عباريا خالصا ولا قولا إشاريا خالصا، وإنما هو قول يجمع بين العبارة والإشارة على وجوه مختلفة. ويحدد الأستاذ طه للعبارة مبادئ ثلاثة. المبدأ الأول هو الحقيقة، أن العبارة دائما تكون حقيقية، والإحكام أن العبارة تكون محكمة، والتصريح أن العبارة تكون دائما صريحة في أي لغة وفي أي لفظ وفي أي تعبير، ولكن المصطلح ليس هذا الذي فيه فقط، بل فيه أيضا نقيض ذلك وهو الإشارة. والإشارة تكون دائما مجازا، يعني مجازية واشتباهية، فيها اشتباه والتباس واحتمال، وتكون أيضا مضمرة، فيها إضمار. وكل مبدأ من هذه المبادئ يتفرع فروعا بحسب مقتضياته ودلالاته، وعليه يتبين من التعريفين اللذين تم وضعهما للبيان العباري وللبيان الإشاري أنهما طريقتان في الكلام متباينتان، فما يصدق على أحدهما لا يصدق على الآخر. وفي هذا الإطار انتقد الأستاذ طه من يدعي بأن العبارة هي أيضا هي في حد ذاتها إشارة، سواء من جهة مضمونها، وهذه مقولة معروفة لنيتش، والأستاذ طه عبد الرحمن تعرض بالنقد لنيتش، أو من جهة شكلها وصورتها كما في الفكر اللساني الأمريكي، المفكر اللساني الأمريكي المعروف ميكائيل ريدي، كما أبطل الأستاذ طه عبد الرحمن أن الإشارة عبارة، رفض أن العبارة إشارة ورفض أن الإشارة عبارة. وهذه على فكرة تبين بأن الأستاذ طه عبد الرحمن ليس بالشكل الذي يتصوره الكثيرون رجل صوفي فقط يستسلم لثقافة الأدواق أو الإشارات، كما أبطل دعوى أن الإشارة عبارة كما ظهرت مع المفكر أيضا اللساني الأمريكي المعاصر دافيدسون في مقالة معروفة أو كتاب الآن معروف مدلول الاستعارة. وعليه يصبح في هذه الحالة المفهوم
أو المصطلح الذي بحثه الأستاذ طه عبد الرحمن من خلال طريقة فقهاء الفلسفة وليس مناهج الفلاسفة من دون إحداث تعارض بين التفقه والتفلسف، فسعى إلى إخراج المفهوم الفلسفي من جموده الفلسفي والفكري وتعطله وتحيزه نتيجة النقول أو الترجمات التحصيلية من خلال الوقوف على الأسباب اللغوية التي يتوسل بها في إنشاء واستثمار المفاهيم الفلسفية في أصولها، إذ من خلال هذه الأسباب اللغوية، وهي أسباب اعتمدها كل الفلاسفة المبدعين والذين يصنعون فلسفة تقوم على المفاهيم، على الأسباب اللغوية التي يتوسل بها في إنشاء واستثمار المفاهيم الفلسفية في أصولها، إذ من خلال هذه الأسباب اللغوية يتوصل إلى المقاصد الفلسفية والفكرية، مما يلائم مجال الفيلسوف والمفكر التداولي. ثم إن نقل المفهوم الفلسفي يساعد على تبين المفاهيم واكتشاف خصوصياتها بما يبطل المقولة التي تدعي شمولية المفاهيم، وأن هناك مفاهيم لها معاني عالمية أو معاني شاملة أو معاني دولية أو معاني موحدة، فكل المفاهيم فيها جوانب عبارية وجوانب إشارية، وكل جانب اصطلاحي يقوم على طبقات لغوية تداولية مغرقة في المجال اللغوي، وعليه فكشف الأسباب اللغوية التي توضع وتستثمر بها المصطلحات والمفاهيم يقتضي تحديد العلاقة دائما بين المفهوم أو المصطلح وبين لفظه المستعمل. لذلك عكس النظرية التقليدية التي تعتبر المفهوم أو المصطلح مجردا، انتقدها الأستاذ طه وأكد أن أي مفهوم أو أي مصطلح لا يمكن تجريده من البنية اللفظية التي جاء عليها، ولا حتى من قرينة الاستعمال التي يتصل بها، مما يعني في الأخير بأن المفاهيم والمصطلحات ليست دلالاتها موضوعية ومجردة وشاملة، بل فيها شق ذاتي ومرتبط بالجانب اللغوي، والجانب اللغوي هو الأكثر انغراسا في المجال التداولي الخاص. هذا يمكن أن نراه ونلاحظه في كل الأنساق الفلسفية التي نستهلكها أو نستثمرها ونقرأها ونتعامل معها، سواء في الفلسفة الفرنسية أو الألمانية أو الأمريكية، مما يعني أننا في حاجة إلى الوعي بهذه المعطيات المتعلقة بصناعة المفاهيم والمصطلحات لنكون أقدر على التفكير فيها وأقدر على الإبداع. على كل حال، الموضوع متشعب وطويل، أرجو أن أكون قد وفقت في أن أوصل لكم بعض الهموم اللغوية والفلسفية المتعلقة بصناعة المفاهيم والمصطلحات. شكرا على انتباهكم، والسلام عليكم ورحمة الله.